بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائنا الطلبة، حياكم الله في درس جديد. اليوم عندنا المحاضرة رقم 10 والمحاضرة الأخيرة، حقيقة اليوم الحلقة الأخيرة، الدرس الأخير من دروس تعلم اللغة الإنجليزية من الخطوة الأولى، First step. حقيقة اليوم أنا عندي مشاعر حزينة ومفرحة بنفس الوقت. فرحان حقيقة لأنه ما شاء الله حفظت أكثر من 100 فعل شاذ، بالإضافة إلى جميع الأزمنة قدرت أسيطر عليها وقدرت أضبطها، وهذا الشيء جدا مفرح وحقيقة أفتخر بي وأفتخر بتواجدكم ويانا، وشكرا جزيلا لكم، والله العظيم كلش فرحان بوجودكم وتواجدكم ويانا، فشكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا من كل قلبي. موفقين إن شاء الله يا رب، والنجاح الدائم بعون الله سبحانه وتعالى. باشر إن شاء الله أكو امتحان، يعني مو عبالكم خلصت الدورة، باشر أيضا راح يكون أكو امتحان، والأوائل اللي ماخذين درجات كاملة راح تنزل أسماءهم دائما، اللي ماخذ درجات عالية يعني اللي يمتحن باشر، فاللي ما يمتحن باشر ما راح يكون إلى تقييم إن شاء الله. اليوم نبدي بالمحاضرة الأخيرة، ونفس الوقت انا نسيت اقول لكم حزين حقيقه وضايج والله العظيم، بعد ما راح نشوفكم ما راح نلتقي بكم، لا ان شاء الله نلتقي بس يعني مو مثل هاي اللمه الحلوه وتواجدكم اليوم الجميل واللي رائع، يعني حقيقه فرحان فرحان والله العظيم بكل قلبي، فشكرا جزيلا، شكرا لتواجدكم ويانا، واتمنى لكم يا ربي الموافقيه الدائمه. اليوم بالمحاضره رقم 10 عندنا ماري يتزوج، إن شاء الله كلكم تتزوجون، اللي ما متزوج واللي متزوج يوم ياخذ الثانية زين. فمارش ينافس مين، معناها يعني ميت، ترى شاقة يعني مو صديق، ميت يقابل، ملت يذيب، ملت مس يخطئ، وعندنا كلمة ميكس يخلط، يخلط الشيء، موف يحرك، موف موف يحرك، نيد يحتاج، واوبن يفتح. اني اعتقد اغلبكم يعرف كلمة اوبن يفتح، ولكن احتمال ما يعرف الماضي مالته والتصريف الثالث، فاحنا ايضا جبناها لكم للتذكير وللمراجعة ايضا بنفس الوقت. طيب اليوم عندنا المستقبل التام، القاعدة مالت الزمن، فاعل زائد ويل او شال زائد هاف زائد فعل تصريف ثالث للفعل زائدا تكملة الجملة، فاعل will أو shall زائد have زائد تصريف ثالث للفعل زائدا التكملة. يا ريت هسه لكل واحد يسمعني وحاضر الميت، لكل الطلاب اللي حاضرين واللي يسمعوني، عيد وياي الكل طالب هسه يسمعني، سواء هسه تسمعني بالبث المباشر او بعدين انت تشوف المحاضرة على الجوجل ميت، كل اللي اريده من عندك تشوف المحاضرة هسه، انت كل اللي اريد، كل طالب يشوف المحاضرة هسه، كل اللي اريده من عندك تكرر الجملة، فاعل زائدا ول او شل زائد هاف زائد فعل بي اي ان جي زائدا تكمله، فاعل زائدا ول او شل زائدا هاف زائد فعل بي اي ان جي زائدا تكمله، عيد الجملة هنا، اريدك هذا القاعدة تحفظها قبل لا تكتبها، فاعل زائدا ول او شل زائدا هاف زائد فعل بي اي ان جي زائدا تكمله. عندك الجملة هنا they play football، راح تصير الجملة they will have played football، they will have played football، they تنزل، will نزلناها وال have نزلناها، والتصريف الثالث للفعل أيضا نزلناه، كذلك نزلنا فعل، الفعل قلنا أيضا نزلناه بالإيدي، والتكملة نزلناها، إذا صارت they will have played football، وذكرت لكم قبل وأرجع أذكركم مرة أخرى، أرجع أذكركم مرة أخرى يا طلابنا الأبطال، حتى تقدر تسيطر على الزمن لازم تحفظ مثال، وأنا بدي أسألكم اللي موجودين هسه واللي يسمعوني، تذكرون بالرياضيات لما الأستاذ كان يشرح لنا مادة الرياضيات، والأستاذ كان آنذاك كان ذلك كان الأستاذ بذاك الوقت يسوي شغلة، دائما احنا شو نقول له من يشرح لنا قاعدة أو من يشرح لنا مثال، نقول الأستاذ أعطينا، من الأستاذ أعطينا مثال، تتذكرون كلكم أستاذ أعطينا مثال،
يعني استاذ اذا ما تنطينا مثال احنا ما نفتهم، مو صحيح؟ تتذكرون لو لا اكتبوا لنا بالتعليقات. اذا ما الاستاذ ينطيك قاعده، ينطيك مثال على كل قاعده، انت ما راح تفتهم. فهنا هذا الرياضيات هم مثل اللغه الانجليزيه، هذه عندك قاعده، هذه هي القاعده. اذا ما تاخذ عليها مثال وتحفظ المثال حفظ او تفهمه وتحفظه، ما راح تقدر تحل. فعندك القاعدة تنحفظ وتاخذ عليها امثلة، فهذه ضروري جدا حتى تسيطر على الزمن. اذا القاعدة راح اعيد لك اياها مرة ثانية، will have وتصريف ثالث للفعل، they will have played football، they will have played football. طيب نجي في حالة اذا كانت عندي الجملة مثبت، القاعدة راح تصير فاعل زائد will أو shall زائد not زائد ها زائد فعل تصريف ثالث زائد نفس الحالة، بس راح أخلي not. صارت الجملة he play football، أجردن فيها راح أقول he will not، أو إذا ردت أختصرها أقولها won't have played، they will not have played. لا تنسون ترى الهاف ثابتة، دير بالك تخلي has، دير بالك تخلي الهاز، دير بالك تخلي الهاز، الهاز ما يصير، لأن هنا هذا الزمن قاعدته هي هاف بها ثابتة، ولا أو شل وراها هاف وراها فعل تصريف ثالث، مو فعل بي آي إن جي، انتبه زين، هذا اسم المستقبل التام، المستقبل التام. هي بلاي فوتبول صارت هي ويل نوت هاف بلايد فوتبول. أما بالنسبة لحالة السؤال فراح تصير الول والشل إلى في بداية الجملة، بعدها الفاعل، ثم هاف، ثم تصريف ثالث الفعل، ثم تكمله. Will he have worked at school؟ جابتك الجملة he play football، راح أسويها مثبت، أسويها صيغة السؤال، راح أقول will he have worked at school، 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 will he have worked at school. ها هي حالة السؤال، هذا هو الزمن بشكل عام. هذا التدريب يكون عليكم باكر، ولكن قبل لا يكون عليكم خلينا ناخذ عليه مثال. عندك هنا هاي الجملة she eat her dinner at on time. الآن هاي الجملة أريدك تحل إياها بالتعليقات، كل اللي موجودين يتابعونا سواء اللي يتابعنا على التيك توك أو اللي قاعد يتابعنا على الانستغرام أو على الفيسبوك، لأن هسا أنا مشغل بث لكل مواقع التواصل الاجتماعي، او على اليوتيوب او على التليجرام، نزل بالتعليقات او جاوبنا سوينا هاي جملة مستقبل تام بهذا الزمن اللي اخذناه. يلا يلا انت شوف تعليقاتكم، يلا يا ابطال. اكو واحد يقول ايش وقت استخدم الول والشل؟ طبعا احنا ذكرنا الشل ويا الاي والوي، الشل ويا الاي والوي. أحسنتم. She will have eaten. She will have eaten her dinner. She will have eaten dinner on time. أحسنتم يا أبطال. She will have eaten. جملة ريتها كاملة بدون تقطيع. أحسنتم يا أبطال. أحسنتم يا أبطال. أحسنتم يا أبطال. جيد جدا. جيد جدا يا غوالي. حياكم الله. عاشت إيدكم أبطال والله. عاشت إيدكم. حياكم الله يا غوالي. أحسنتم. جواب صحيح. بارك الله بكم. بالله اريد شويه نسويها دراما. عندك هاي سؤال، بالله شلون تحل اياها اذا صيغه سؤال؟ هاي صيغه سؤال they return، هاي جمله اريدك تسوي اياها مستقبل تام بالتعليقات. Will they have returned? Will they have... أحسنتم يا أبطال. عاشت إيدكم. عاشت إيدكم. أحسنتم. مضبوط. يلا بقية الطلبة الكل يشارك. ما أريد طالب موجود ويانا بالدرس ما يشارك. نهائيا. الكل يشارك. الكل يشارك. رجاء. ما أريد طالب ساكت. ما أريد طالب ما يعلق. الكل يشارك. طلابنا الاعزاء ارجو المسامحه، تسامحوني
الميت اللي مفتوح المايك مالته وصير لغوة، ترى أخرج من الميت يعني شو أقدر أسوي لك؟ يعني أنت ده تأثر على بقية الطلبة، فياريت من أسوي لك خروج من الميت، أرجع تخلي الميت مرة ثانية ولكن سد المايك. شكرا جزيلا، عاشت يدكم يا أبطال، هذا تحضيركم إن شاء الله ليوم غد، هذا تحضيركم ليوم غد. أيضا عندكم واجبات هنا، هذا الواجب أيضا، هذا الواجب أيضا ينحل. طيب هسه طلابنا الأعزاء عندنا هنا هذا التدريب، تدريبات غير الكلمات واستبدلها. هنا عندك هنا يقول لك when will the film have started، يعني شو وقت الفيلم راح يبدي. طلابنا الأعزاء احنا الدورة مالتنا أزمنة وتكوين جملة، أزمنة وتكوين جملة، شلون تكون جملة باللغة الإنجليزية. فهنا when will the film have started، أريد أحط بدالها أداة سؤال ثانية نقدر يغير، يعني شو وقت الفيلم راح يبدي، أريد أغير أداة السؤال أو أغير بالجملة، من يقدر يغير لي بهاي الجملة يسوي ليها جملة أخرى. يلا يلا جاوبونا بالتعليقات. يلا يا أبطال، يعني مثلا وين راح يبدي الفيلم، مثلا متى، أريد أحط بدالها أداة السؤال مثلا أقول أين أو كيف، يعني هلا أخذناها الأدوات السؤال، فغير لي بيهم بدون أمر عليك. Where will the film have started؟ أحسنتم. What time؟ أبطال بارك الله بكم. Where will... أحسنتم، جيد جدا، أحسنتم بارك الله بكم. هذا الواجب أيضا تقدرون تتدربون عليه وتحلونه. بس هنا طبعا هنا هذا حتى تكوين الجمل ما يعني هواية أخذنا أشياء بالملزم إحنا. هنا طبعا يعني اذا اردنا نكون جملة الكل يعرف عندنا فاعل وفعل ومفعول به، يعني احمد eats apple اذا ردتها ماضي، يلا هاي احمد eats apple اذا ردتها ماضي، يلا يا ابطال احمد eats apple اذا ردتها ماضي شلون راح اسويها؟ احمد ate apple، احسنتم، هاي اذا ماضي. طبعا هنا هاي الجملة تقدر تبدع بيها وتقدر تغير بيها، نقدر نقول أحمد أكل بدال الأبل، نقدر نقول فدك أكل أخده، نقدر نغير الفعل أكل نحط بدال ذهب درس. أنت تعرف القاعدة وتعرف الأزمنة، وأعتقد كلكم ما شاء الله عليكم مسيطرين على الأزمنة. بالنسبة لاستخدامات الأزمنة حاليا أنت لا تركز عليه، أنت جاي تعلم لغة، أهم شيء تعرف الزمن وتركيب الزمن، هذا هو المهم، مو ضروري تيجي تعرف المضارع التام بيا لحظة يستخدم، هاي التعقيدات ما تحتاجها أنت، احفظ الزمن واحفظ عليه أمثلة، وأهم شيء تركب الجملة صحيحة وتعرف بالماضي شلون تحول للماضي وتعرف للمستقبل وتعرف للمضارع، هذا هو المهم، مو مهم أنا أستخدم مضارع تام لو مضارع تام مستمر لو مستقبل، هذه سوالف ما تأثر عليك، بس أهم شيء الحدث إذا كان ماضي استخدم لجملة بالماضي، إذا كان مضارع استخدم له مضارع، إذا كان مستقبل استخدم له مستقبل. يعني اللي أريد أوصل لك إياه ما يصير تقول yesterday البارحة I will study English، البارحة سوف أدرس إنجليزي، يعني حتى ما راهما. اللي أريد أوصل لك إياه تكون سياق جملة صحيح وما شاء الله كلش تمام، وحفظناكم الأفعال الشاذة وايضا حفظناكم ادوات السؤال وكل شيء قرينا لكم اياه. ايضا هذا الجدول الخاص بالامتحانات، الامتحانات احنا غالقينها هسه لان ادري بيكم انتم نمبر 1 مثل محمد رمضان، بس تلقون امتحانات قبل دخل السكرين يلا تروح تمتحن تريد تشوف نفسك، فما فتحنا لكم الميت، ما فتحنا لكم الامتحانات، قلت ما افتح لهم اياه الا يصير وقت الامتحان، لان ادري بيكم بس الحركه دي، سامعين يقول لك بس الحركه دي ايها انتو، بس بس تشوفون امتحان تشتمون ريحة امتحان تحبون الامتحانات قبل تدخلون وتمتحنون. فانا ايش سويت؟ سدينا الامتحانات انا واستاذ سيف على مود يكون وقت الامتحان بس نفتح. يضحكون الطلاب، يضحكون ليش تضحكون؟ تدرون بيها صحيحة مو؟ طيب الامتحانات ان شاء الله هسه حاليا مغلقة كلها، إن شاء الله نفتح لكم إياها بعد الامتحانات لبقية الطلبة اللي راح يجون جدد.
بنهايه الكورس احب ارجع اذكركم واقول شكرا جزيلا لكم، وانا اللي احب اشكركم والله العظيم. فرحان كل شوي اليوم، احس نفسي تخرجت اني مو انتو. وبارك الله بكم وتواجدكم ويانا. وبنهايه الكورس احب اشكر اكثر شخص ساعدني ووقف وياي ويعني ساندني بالصغيره والكبيره، استاذ سيف. الاستاذ سيف صلاح يعني حقيقه انسان عباره عن كتله من المعلومات والخبره، ورجل يعني حقيقه وقف وياي بالصغيره والكبيره. يعني انا ما احب تشكرني وحدي، يعني دائما اذا تقول لي شكرا استاذ سيف وياي، لانه رجل يعني كل الحب والامتنان له، كل الحب والامتنان له. وقف وياي بالصغيره والكبيره، هو اصلا من بدايه تاسيس القناه هو وياي يعني. فشكرا جزيلا، ولا تنسون استاذ سيف من الدعاء. نهايه اخيره احب اقول لكم اياها، طلابنا الاعزاء، يا ريت تذكرونا بالخير اذا قعدت بجامعه وبمدرسه، بس كلمه شكر انه وهاي كلش كافيه يعني. ولا ان شكرتهم لا ازيدنكم، يعني هو كل شيء بالحياه يحب واحد تشكره. فاذا شكرتنا بتعليق، بمشاركه، سكرين للدوره ونشرته بالتليجرام او اي مكان، وقلت نشكر استاذ سيف على هالمعلومات او استاذ محمد اللي قدموا لنا اياها، فاحنا كلش نكون ممنونين من عندكم يعني. فشكرا جزيلا لجميع الطلبه، وبدون مانيه هذه دورتنا سويناها مو مانيه ولا شيء، هذه احنا نحب نشكركم بها لانكم متواجدين ويانا ومتابعين ويانا. فبارك الله بكم وجزاكم الله خير، ونستقبل اسئلتكم او استفساراتكم حاليا. يلا يا طلاب، اللي عنده سؤال حياه الله خليه يتفضل.